مساءكم سعيد، نعود من جديد نتابع. بادئ لا بد أن نحييكم تحية عالية خالصة لجميع الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الذين دعمونا وساندونا في وقت محنتنا، في الوقت الذي تنكر لنا فيه الجميع وبدون استثناء. وانتزعنا اعترافا رسميا بعدما يعني تم استدعاء السيد الوزير وصيع القطاع السيد أمزازي سعيد، وامتثل أمام لجنة التربية لجنة التعليم والثقافة والتواصل آنذاك برئاسة الأستاذ الإبراهيمي، وتقدم بالسؤال آنذاك الأستاذ العادلي حسن جزاه الله ألف خير من هنا من آسفي حاضرة المحيط المناضلة، كما تقدمت بعد ذلك الأستاذة زيزي عن نفس الفريق إلى السيد الوزير حول يعني المظلومية ديال ضحايا متقاعدين قبل 2012، ما كانوا يسمون أنفسهم ضحايا ما قبل 2012. وفعلا بعدما ترافع الأستاذ العادي لحسن جزاه الله كل خير ترافعا متميزا بقي للتاريخ، تكونت عند السيد الوزير قناعة بأحقية هؤلاء الشيوخ في الترقي وفي الإنصاف، وذلك بعدما تبين واطلع على جداول الإسمية التي تتضمن 10200 متقاعد ومتقاعدة من 2003 إلى 2011، وكان أكثر كرما عندما قال لما لا 2002 2001 2000 إلى آخره. هذه اللوائح التي تم إخفاؤها وإقبارها من طرف الجميع بدون استثناء وبدون رحمة ولا شفقة. هاد الكنانم اللي الله يجي الآن باش يعطوا الشرعية لهذوك اللي ولاو هما تيديروا لهم انسحاب جماعي الآن. الحم السعار الآن ديال 29 جوان، راه قلت لكم أنا شحال هادي 29 جوان انتخاب مناديب الأجراء ديال الإم جي إن تعرض ديال العمل التربية الوطنية، تيموتوا على الانتخابات أخويا والبلايصات. جايبين كنيمة يقولوا لي اجي دير طلب نهار 30 ونهار 31 ديروا لك اللجنة باش تولي تابع المنسق النقابي ديال المكناس. بحال يلا غدا نعرفوا هادو ديال المكناس وشكون اللي كونهم. كل شيء هادو كانوا من المخلفات ديال هذاك اللي دار الصابون للجميع، كل شيء دار لهم الصابونة وخلى ذاك القصيصة والهرمومية اللي تخدم معاه من فاس. شي تاني على النساء ديال سلا والنتيوة ديال اللي كاينين تما اللي تابعينهم، وبقاو جالسين في ذاك الجروب الاول وبقاو سامرين حتى حنايا هذيك الساعة من جنا الاعتراف اللي خرجوا وما راه باقيين في الجروب الاول، لان هذاك الجروب الاول اللي كان فيه ما قبل وما بعد بعد ما تفرقنا وهو كان مشى معاهم، بقى هذاك الجروب مشى معاهم شي شهر اللي جا تا كوننا حنا التنسيقيه وداك اللي جاتي
وتاني في الاخوان قال لك ما كاين فاس خليه هو قريب تما الى اخره. لكن الغدار غدار، اللي ما عندوش الشخصيه مصيبك على اللي ما عندوش الشخصيه تنتظر منه اي شيء، لان هو اللي جاي يدي ما عندوش شخصيه قويه. بعد ما بقى هو في هذه معانا وفي الاخر ومع الاخرين اللي هذوك مين كان احنا معاهم وتنعرفوهم حتى اللي دار لهم الرئيس التنسيقيه ولا لم وفي ما كنا مشينا للعداله تبعونا، مشينا للهم الكحل تبعونا، اللي مشيني تبعونا وما صوروا تزفتوا في الاخر من يجي الشيك بموسى وطالع الامور دار لهم في بيرفور قبل يوم الورقه انت قبل الورقه تيمشوا لهذاك الزلام، لان هذيك الاخرى هذيك خيط هذيك المصيبه الكحله دايره كورديناسيون مع كل شيء، وهذاك الهم ديال ما بعد كلهم باقين شادين في هادو وما بعد. وحنا كنا مكلفين شي وحدين في شي داك دايرين دي جروب في شي جهات ومختارقينهم، وهادوك الشخصيات ديالهم ضعيفه واستطاعوا باش يجداروا لهم القالب اللي دارهم جابوا ودخلوهم معاهم وخلوهم حيدوا هذاك الجروب ديالهم ودخلوهم معاهم في الجروب القديم تكملوا معاهم وسواسوهم وبقاو زعما كاين شادين هما داك، وانتم راه كلكم غادي تجلسوا عليه ما عندكم ما تصوروا لا انتم كلكم ناكيرات كلكم ناكيرات. انت مالك باش شدك هذاك اللي عطيتيه 48000 ودار لك تنسيقيه نهار 24 مالو ما شدك انت تجلس معاه في نفس القهوه وهذاك بن همرونا بن عورينا ولا فورينا اللي هو اللي دار لكم التنسيقيه الاولى اللي هو هذاك الجروب راه ديالو هو الاول اللي بغى يحيدكم كاملين حيدكم. علاش حيدكم هذا؟ مشيتي غادي تتملص الاخر عاود لمخك الله يبع. هذا الشيء اللي غتقول هذا الشيء اللي تيوصل دابا انا راه عارفين عام كحور كذو ما عارفين اش كاين، لان احنا كنا في الزمان والمكان احنا كنا عارفين واش كاين وكنا تبعين الملف كفار بالله. خلينا ما بغيناش نهضروا بزاف غادي، لكن غادي ندير غادي نفسر لكم شي حوايج دابا. فسروا شي حاجه دابا ما كاين حتى شي مشكل. ان النقابات والاحزاب، علاش الاحزاب دروك اللي تلاحظ راه تدي من كلهم داروا اعاده الهيكله، كاين اللي دار الهيكله ديال الحزب ديالو، كاين اللي دار يعني مؤتمرات لامن، كاين اللي عدل حتى في النظام الاساسي ديالو باش يبقى هذاك اللي كان هو اللي بقى. وهما عندهم تيخدموا بدي كليك دي كليك وتبعيات قبليات باش يخلوه نفس والاخرين، وهذاك الشيء نفس هذاك اللي نفس الاشخاص اللي يديموا وما تيبقاو هما اللي تيخدموا هادو اللي يعني يصولون ويجولون ويأكلون في الخيرات ديال البلاد، لان تيقول لك اللي نعرفوه احسن من ما عرفوش. الحكومة من تشوف انت ملاقي فيها شيوعي مع اسلامي مع اشتراكي مع وكل شيء، المصالح تليفونات كل شيء يكون كل شيء ياكل، والقرمومة هي اللي تجمعهم والقرمومة هي اللي تفرقهم. حزب 96 و 2011 هادو جوج محطات، هادو هما اللي خرجوا هما اللي خلاو هاد الاوضاع تكفس حتى الان، وهادو اللي كاينين تياكلوا فينا يزيدوا يجبروا تاني وياكلوا كتر والزيادات الهم اللي تحل، لانهم تمجتهم عارفينهم دي زون دافير. وصل الوقت ديال لي زون دافير هما اللي يشدوا يعني الحكومه، ومن يشدوها راه خاصهم ياكلوا يعني يخرجوا فلوسهم مزيان يتريبلوها، ماشي هادي يردوها يردو داكشي ديالهم. راه من 2016 هما تيخسروا باش وصلوا ل 2021، واحد في 2016 يقول لك انا كاين في 21 وكان في 21 جايين دركا من كيران 10 دير لينا بن كيران هذاك الحزب، في حين ان كاينين محسن منه وهو قالها مين داروا ليه البلوكاز وزاد في حالاته قال لك خيروه كاين الراميد وكاين العثمان، قال لك ما بغيتش ندير الراميد دارت العثماني هو اللي تيدير كل شيء.
هو اللي الكلمة الأولى والأخيرة ديالو، مكاينش اللي يقدر يقول لي شي حاجة. كاينش فين الديمقراطية ودا فين؟ قال لك درت العثماني باش ما نديرش الراميد، الراميد يقدر يلقاو معاه مشكل بعض الخطرات تيبين. فإذا أنت خصك دير غير هذاك الشيء اللي يكون على المقاس، وجايبينك أنت باش لا كانت شي حاجة تطفل فويخرات، تحكم في الشبيبة، تقول لي من تيخرجوا أنت ما يخرجوش، وجاي باش تسولاجيهم وتقول لهم ما ديروا لا معارضة لا والو، والناس ياكلوا في الماضي والغلاوات والهم الكحل، وأنت تقول لهم لا ما دير لي لا معارضة اللي يديك لي يخليك. أودي فين مشات؟ ومشات الستينات والسبعينات، كانت تزاد غير نص فرانك تيتزاد، تتقون الدنيا وتتقعد. دركا بنادم ولات 100 زيادة 200%، الدعم تيتعطى للمقاولات الهم الكحال والعلف وهذا الشيء، وفي التالي تيجيو تاني يزيدوا ياخذوا الدعم ويزيدوك تاني. هي قال لك الكلفه ديال المواد الاوليه لا برومي لا ماتير برومي، قال لك راه تزادت ويزيدوا تاني بالعلالي. دابا ما قد حتى واحد يقدر يدير لهم كل شيء ديالهم. خلي عليك شي واحدين اللي بركتي تمشي تيقول لك تحنا منكم، هو عنده فيرمات وام دافير، وتيمشي يبدا يتكونب على بنادم جاي من سوس وطالع الشيشه ودير دي زافر، تيقول لي براني منكم اش من منهم. هذا هو اللي خرج علينا، تتمشوا تبداو تدغدغوا على بنادم في المشاعر ديالو، في التالي تتخليه يديروا فيكم الطيقه، وفي التالي تعطيوهم الكاوي. ها هما درك تياكلوا في الكاوي ديال هذوك، وانتم باش تديروا ثاني تثبتوهم باش ياكلوا الكاوي ديال 2026 ثاني. وقولوا لنا اش غادي ديروا دابا، اش درتوا لينا دابا؟ والو تدغدغوا في التالي تجي تقول لي انت، تقول لك واش خلصت الضرائب ديالك؟ تقول لي لا ما خلصتهاش، علاش؟ خاصني حتى نوصل 500 مليون ديال الدرهم. تتحشموش جيت تقول لي احنا منكم، واحد ما لقى ما يشرب تاع عندك ملياردير، تقول لي انا معاش من منكم اللي غتحس بيه ولا يحس بيه شعب حازق راه يحس بيها الحازق همك حل. ولكن راه نتوما اللي تتصوتوا عليهم، نتوما اللي صوتوا عليهم، جايين خارجين تتبكوا دابا، تبكي ليا مع راسي كل شهر. نرجعوا هنا لواحد داك ديال اللجنه اللي قلناه احنا 60 سنه هذه، قلنا لكم بان النظام الاساسي الجديد بانه غيتضمن هيئتين، هيئه تخضع للنظام ديال الوظيفه العموميه، وهيئه لا تخضع للنظام ديال الوظيفه العموميه السابق. النظام ديال الوظيفه العموميه كما اشرت لي سابقا مبقاش، ولا نظام موظفي الادارات العام، غتولي تسمع شي حاجه اسمها سيرفيس، سيرفيس جينيرال، وتولي تسمع تاني كوادر التعليم. شي قلتو شحال شوفوا الفيديو، لان كما قلت لكم انا النهار اللي سناو في 18 يناير 2022 قضي الامر جميع النقابات وبدون استثناء، عارف المخرجات سواء ديال النظام الاساسي الجديد كيفاش غادي يتنزل، سواء ديال الملفات 27 والبرمجه ديالها الزمنيه والتسويه ديالها وكيفاش غادي تتم. ولكن هم دائما تيديروا واحد التكتم، لانهم اصلا دايرين البند ديال الحفاظ على سريه الجلسات، واخا هما يتمروا شي حاجه تيمروها باش يبروا رؤوسهم مستقبلا، لانهم عارفين الامور اللي غادي تخرج، باش يقول لك حنا راه ماشي منا ديما، راه الوزاره اللي دارت حنا راه درنا، ولكن الوزاره اللي دارت كاين الوزاره دارت اللي يديك اللي يخليك. حتى في
يعني في 30 ابريل 2022 حوار اجتماعي ميني خداو 3.5 ديال المليار كدعم وسناو على السلم الاجتماعي ومؤسسة الحوار الاجتماعي ومدونة الشغل اللي غيتم التعديل ديالها باش الباطرونة والناس يخدموا في خاطرهم وقانون الشغل الى اخره قانون الاضراب عفوا وهيكلة اعادة هيكلة صناديق التقاعد والسلبيات ديال اللي غتكون وبزاف ديال الاصلاحات الكبرى فراهم سناوة ولد عمي وعطاو لودنا عطاوهم الشرعية من نهار اللي ولينا تنخدموا بالنقابات الاكثر تمثيلية ضاعت الحقوق وضاعت المكتسبات وضاع كل شيء نشوفوا هذا الشيء اللي خرجوا به قال لك اللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي لموظف وزارة التربية الوطنية واسمعوا الآن اللجنة المشتركة هذه اللجنة المشتركة لإعداد مشروع الآن بدأوا تديروا في مشروع ديال النظام الأساسي لموظف وزارة التربية الوطنية ومن يقول لي موظفي وزارة التربية الوطنية فهذو تيخضعوا الدائر شريف 1-858-008 اللي هو بمثابة نظام أساسي في شأن نظام أساسي ديال الوظيفة العمومية إذن هادو تيخضعوا لي هادو موظفين تابعين للوظيفة العمومية انت تقولوا موظفين مزيان ها الفئة الأولى اللي كاينة هذا قال لك في محطة المسار المهني دوك دخلوا في محطة ديال المسار المهني مسار مهني موحد بيناتهم بجوج بين اللي غيكونوا تابعين للنظام للنظام ديال الوظيفة العمومية النظام القديم واللي غيكونوا تابعين للنظام ديال الأكاديميات اللي هو النظام الجديد وبجوجهم غادي يتوحدوا في هذا النظام الأساسي ديال المهن التربية والتكوين مهن التربية والتكوين ما غيبقاش شي حاجة اسمها موظفي الوظيفة وزارة التربية الوطنية إلا سمعوا نتبعوا ثاني ديالو تؤكد على مبدأ ماشي تؤكد على لو برينسيب عند البرينسيب فقط يعني الوزارة تقدر تلتزم به وتقدر ما تديرش به غير ملزم للوزارة هي المهم هي تؤكد على المبدأ على البرينسيب ولكن راه ليس ملزما باش تكونوا فاهمين مبدأ ماذا الحفاظ تقول لك غير مبدأ ماشي تؤكد على الحفاظ على المكتسبات تقول لي تؤكد على مبدأ البرينسيب بيني وبينك ها اللي كاين ها المبدأ بيناتنا ولكن تقدر تلتزم به ودير هذاك الشيء كل شيء وتقدر ما غير ملزم بالنسبة للوزارة نؤكد على كما قال وادلين نقابات الخمس أكثر تمثيلية نؤكد على مبدأ الحفاظ على المكتسبات وتحصينها وتجويدها وإضافة مكاسب تلهنا مزيان إذا هذا الشيء علام تهضروا وتهضروا على موظفي وزارة التربية الوطنية نتهضروا على من على موظفي وزارة التربية الوطنية وما تهضروش على يا أطر النظامية للأكاديميات واش تيجي يقول لك هنا وخلق تحفيز مادي خاص بمن وخلق تحفيز مادي خاص للعاملين سطروا مزيان للعاملين بالتربية والتكوين
بالتربية والتكوين، خلق تحفيز. هذوك الاخرين العاملين بالتربية والتكوين غادي يخلقوا لهم غير تحفيز مادي، وخلق تحفيز مادي خاص للعاملين بالتربية والتكوين. والنظام الأساسي المسمى ديالو اللي غيكون مستقبلا هو النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين. اذا هنا من تنقول لي مهن التربية والتكوين ما بقاش المسمى الاول اللي كان النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. إذن هنا حذفت كلمة موظف. وأصبح بدلها وتم يعني استبدالها بكلمة مهني أو لمهن التربية والتكوين. إذن ولا عندنا مهني. مبقاش عندنا فونكسيونير. إذن هذا النظام الأساسي غيتضمن جوج. خاضعين النظام القديم واللي خاضعين للنظام الأساسي راه باين. يلا نشوفكم من بعد.